السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان شاء الله النهارده باذن الله نغير بين المغسله اجي ازرس اخواتي قدام حضرتك. انا فاتح كمصين اهو، طبعا دي حاجه من المصاريف بتاعتها هي كلها اهي. طبعا كده مضطر ان احنا نشيل الحله بعد ما اعملها قدام حضرتك واخلعها واوريكم انا بغير بين المحلين المغسله اهو. بصوا اللي هنا فيها جوها، بصوا هنا فيها شرابات، وانا هحلها واكمل حلها واوري لحضرتك تاني شرابات. اه يا جماعه قدامكم البلي اهو. طبعا انتوا شايفينه حليناها، طبعا وسخه من جوه بطريقه وحشه. طبعا هنضفه وراكب راجع راكب البلي وراجع اركبه وبعد كده ارجع لكم تاني. كده محمد صوت بقى معايا لما اقول لك خلص فلوس على موجه. طبعا حضرتك لما لها كده كده جمعناها اهو قدام حضراتكم. طبعا نجيب السلك من الحلال دوت عشان طبعا نعمله خارج المغسله. طبعا بنحط الحاجات على البتاع عشان هي ما تجيبش ميه. طبعا عشان طبعا نطبع السرير على السرير اللي هو موجود. خلص وهرجع لكم تاني بعد ما تكون ايه قربت اخلص الجزء ده. نبدا بقى نجمعها تاني اهو. نحط المصانير عشان نجمع بعد كده فين ايه نور. نبدأ نجمع. طبعا
يعني بضطر ان انا اربط مسمار ومسمار اصل بعض عشان ايه اطبعها مع بعض. الأستاذ محمد ده تلميذ هنا في الشركة يعني ناس محترمة، صح يا أستاذ محمد؟ كيف تتكلم ولا إيه؟ أيوة يا أحمد، الله ينور عليك والله. المصابين بتاع الثلاث وتك غير الغسالات التانية اللي بتتشق، دي أرحم من اللي بتتشق يعني كتير. أنا هجمع وهرجع لكم تاني. أهلا بحضرتك، هو بعد ما وصلنا بعد ما جمعناها أهو البلوشيدي ما شاء الله زي الفل. تمام كده هجمعها وأحطها في الغسالة وأجربها وأرجع لحضرتكم تاني. بصوا انا ركب المفروض واجمعها واتفرج عليها بعد ما اخلص. اقدر حضرتك هو بجمع الموتور اهو. إذا حضرتك دلوقتي كفي كده جمعناها وهعمل بقى طعم الفيل بتاعها. الفيل عامل ازاي؟ بص الفيل كان فرق في الغسالة الوقت لما خلاها طبعا بتنزل اهو. بصوا شايف انتوا الصدى بتاعها بتاع الفيل اهو، ما بتنزل تنزل هنا تنزل على الموتور تحرقه زي ما انتوا شايفين. طبعا لما جيت طلعنا الفيل طلع ينقم منه. بص الفيل اهو، بص البيل فرك ازاي؟ طبعا بقى هبدا بقى اجمعها وارجع لكم تاني. بس اذا نخليه يا عم سيبه فرحان بيها. تمام كده اهي شغاله زي الفل اهو في العصر اهو كده بعد ما جمعناها اهو قدام حضراتكم اهو. ايه رايك يا استاذ احمد؟ تمام؟ ماشي. ابص حضرتك اهو ساعة العصر في حاجة في البيت كانت بتحرك. طبعا ما تنسناش بقى باللايك والشير. مع تحيات احمد حيدر.